السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زميلتكم يا رجولة من فريق لجنة طب الأسنان. إن شاء الله اليوم رح أكون معكم بشرح ثاني فورت من محاضرة التريكوفالفاري فوستا. هذا الفورت إن شاء الله رح يكون أسهل لأنه أغلب المعلومات أخذناها بالفورت الأول. فإن شاء الله رح يكون الشرح أسهل بإذن الله. بس قبل ما نبلش حابة أوجيكم ملاحظتين. أول ملاحظة على شرح الفارت الأول هو هاي الصورة. هلأ هاي الصورة أنا كنت أشرح عليها بالفارت الأول أغلب الفريمن والكنالز والفيشرز اللي كنا نحكي عنهم، وصراحة هي كثير بتساعد بإنك تعرف وين مواقع هدول الفريمن والكنالز والفيشرز. بس لسبب ما كانت تبين معي على الشرح، فبس رح أعيد كم نقطة هيك رئيسية وأوريكم وين موقع كل فيشر وهيك وبس. فأنتوا وانتوا تحضروا هذاك الفارت حطوا هاي الصورة قبالكم، ولما تحسوا إنه أنا عم بأشر على صورة أو إشي ومش فاهمين وين هاي الصورة، رح تكون هاي الصورة إن شاء الله، لأنه كتير بتسهل الشيء. فخليني أوريكم هون الانفيريور أوربيتال فيشر، هاي اسمها الانفيريور أوربيتال فيشر. حكينا الانفيريور اوربيتال فيشر اوبنز انتو ذا فلور اوف ذا اوربت اوف حجرة العين. عندي هون السفينوفالاتاين فوريمن، وحكينا لما نحكي عن السفينوفالاتاين فوريمن لازم يخطر على بالنا النيزل برانشز والنيزل كافيتي، تمام. وحكينا عن الفوريمن روتندن ثرو ويتش الماكسيلري نيرف والباس، تمام، من الميدل كرانيال فوستا. وعندي انتيريو كويك كانال، حكينا هاي القناة اللي لها سايدين، الانتيريور سايد، هاي السايد الانتيريور، ولها بوستيريور سايد ذات اوبنز انتو ذا ميدل كرانيال. وحكينا عن البالاتو فاجينال كانال. البالاتو فاجينال كانال حكينا اول ما نسمع فيه اول شيء لازم يخطر في بالنا هو الفرنجيال برانشز والنيزوفارينج. وهون عندي البالاتاين كانال، اول شيء لازم يخطر على بالنا هو الاورال كافيتي والجريتر واللسر بالاتاين برانشز. هون بيمروا الجريتر واللسر بالاتاين برانشز قبل ما يفوتوا بالجريتر الجريتر اند لسر بالاتاين فوريمن. حكينا انه هون بيروح الجريتر بالاتاين نيرف عشان يعمل انرفيشن وسبلاي، يعني يغذي الهارت بالات، واللسر بالاتاين بيروح على هاي الجهة هيك عشان يغذي الإصابة. هون كمان حكينا قدام شوي بالشرح، حكينا هون في إشي اسمه الألفيولار فوريمن، حكينا هي ميدواي، يعني في منتصف الطريق بين الانفيريور أوربيتال فيشر والثيرد مولر توث أو اللي هو اللاست مولر توث. هون عندي التريجو ماكسيلري فيشر، هيك التريجو ماكسيلري فيشر، هذا الفيشر يوصل التريجو فالاتاين فوستا مع الانفيرتال بورال فوستا. هذا الفشل كثير مهم، هو مصنوع من البوستيريور اسبكت اوف ماكسيلا والتريجويد بروسس اوف سفينويد بون. فبس هذول اهم الاشياء اللي لازم نعرفها بهاي الصوره. زي ما حكيت لكم وانتوا وانا بشرح بهذاك الفارت طلعوا على هاي الصوره، ان شاء الله كل شيء رح يكون سهل. ثاني شيء حاب احكيه هو انه في هون وانا بشرح الانفرا اوربيتال نيرف، هي هون الانفرا اوربيتال نيرف، حكيت لكم انه هاي الانفيريور اوربيتال فيشر عوضوها ب او صححوها بالانفرا اوربيتال فريمن. هلا هم بوث فيشر والفريمن، يعني هاي الفيشر وهذا الفريمن، الاثنين بمر فيهم الانفرا اوربيتال نيرف. خليني احكي لكم كيف هذا الانفراوربيتال نيرف بمر من خلال هدول الاثنين. هلا هذا الباثوي، يعني مسار هذا النيرف، تمام، هذا مسار هذا النيرف، اول اشي بيكون لما يطلع من التريجو فالاتاين فوستا بخرج من خلال الانفيريور اوربيتال فيشر. الانفيريور اوربيتال فيشر اللي موجوده هون حكينا، تذكروا وجهكم صورته بالبارت الاول. بعدين لما يخرج من هون بيروح على إشي اسمه الانفرا اوربيتال جروب عند كمان اللي حكينا عنه برضه. هون خليني اوريكم
طبعا احنا كان الانتر اوربت النيرف بتروح على الانتر اوربت الجروب اللي موجوده على الفلور اوف ذا اوربت، بعدين من هون من الفلور اوف ذا اوربت تطلع من الانفرا اوربيتال فريم، تطلع من الانفرا اوربيتال فريم هو لها ثلاث مسارات او ثلاث اماكن تخرج منها. اول طريق اللي تخرج من الترجو فالتاين فاستا تو ذا انفيريور اوربيتال فيشر اللي موجوده بالعين، بعدين بتروح على الانفرا اوربيتال جروب اللي موجوده على الفلور اوف ذا اوربت. وحكينا طبعا لو بتتذكروا هون حكينا انه بتعطيني تو برانشز، الميدل سبيريور الفيولر نيرف والانتيريور سبيريور الفيولر نيرف، صح؟ بعدين بتخرج من الانفرا اوربيتال جروب وبتطلع من خلال الانفرا اوربيتال فريمين اللي هو تحت الاوربيتال كافيتي. طيب وبتعطيني هدول البرانشز، النيزل برانشز والفالفيبرال، حكينا الفالفيبرال يعني الجفن، والسوبيريور لابيال البرانش. اوكي فهدول لا او هدول النقاط اول فقره الشرح، ان شاء الله تكون يعني حلت الموضوع. لو تتذكروا حكينا عن الفيجو بلاتين جانجليون، وحكينا عن البري جانجليونيك فايبرز والبوست جانجليونيك فايبرز، حكينا لو تتذكروا اعتقد هون ضل لسه الصوره ضل اوكي معلش هون لخبط اوفر بس يعني سامحونا. هون حكينا الترجو فالتاين جانجلين، حكينا عندي البيفور الفري او الفايبرز ذات انتر ذا ترجو فالتاين جانجلين هم النيرف اوف ذا تيرجويد كانال، نيرف اوف ذا تيرجويد كانال اللي هو هلا رح نحكي عنه بالتفصيل شوي. وحكينا التو جانجلينيك برانشز اللي هم برانش اوف ذا ماكسيلري نيرف، تمام. وهون حكينا الافتر او البوست جانجلينيك فايبرز او اللي هم الفايبرز ذات ليف الجانجلين اللي هم حكينا عنهم الاربعه الاوربيتال والبالاتاين والنيزل والفارنجل، حكينا عنهم بالتفصيل، تمام. هلا رح نمسك الفري جانجلينيك فايبر اللي هو النيرف اوف ذا النيرف اوف ذا تيرجويد كانال. هاي النيرف اوف ذا تيرجويد كانال مصنوعه من two nerves. It is formed by the union. union يعني اتصال أو It is formed by the union يعني اجتماع، تمام. مصنوعة باجتماع the greater petrosal nerve والdeep petrosal nerve. بياكم تعرفوا إنه the greater petrosal nerve هو branch من الفيشل نيرف، تذكروا الفيشل نيرف هو النيرف رقم 7، تمام؟ فالفيشل نيرف بيعطيني برانش اسمه الجريتر بتروزال نيرف، وعندي شيء اسمه ديب بتروزال نيرف هو برانش اوف ذا انترنال كاروتيد افلكسس، فالانترنال كاروتيد افلكسس بيعطيني برانش اسمه ديب بتروزال نيرف. هلا رح نحكي عنهم بالتفصيل هون. فالنيرف اوف ذا تيريجويد كانال حكينا هذا النيرف اوف ذا تيريجويد كانال مصنوع من ذا يونيون اوف ذا جريتر بتروزال نيرف اند ذا ديب بتروزال نيرف. It passes into the tergopalatine fossa and joins the tergopalatine ganglion. هنشوفوا كيف. It joins the tergopalatine ganglion. It carries mainly preganglionic parasympathetic fibers. Okay. And post ganglionic sympathetic fibers. بس اوضح لكم شغله. ال greater petrosal nerve اللي حكينا هو a branch of the facial nerve. branch of the facial nerve بيحمل pre ganglionic parasympathetic fibers. تمام؟ pre ganglionic parasympathetic fibers. and the deep petrosal nerve اللي هو حكينا it's a branch of the internal carotid plexus بيحمل post ganglionic يعني بعد الجانجليون sympathetic fibers. وهذا الاشي مش اول مرة نعرف، يعني مش اشي جديد، الاشي الجديد بس انه الجريتر بتروزل بيعطيني البري جانجليونيك parasympathetic والديب بتروزل بيعطيني post جانجليونيك sympathetic. بس اوجيكم وين احنا حكينا عنه قبل، تمام.
حكينا النيرف اوف الثيريكويد كانال، حكينا الثيريس في جانجليونيك باراسيمباثيتيك فايبرز اللي هو حكينا من الجريتر بتروزال نيرف، والبوست جانجليونيك سيمباثيتيك فايبرز اللي هو من الديب بتروزال نيرف اللي هو برانش اوف انترنال كاروتيد افكت. تمام، فالنيرف اوف الثيريكويد كانال في جانجليونيك باراسيمباثيتيك فايبرز من الجريتر بتروزال نيرف، وبوست جانجليونيك سيمباثيتيك فايبرز من الديب بتروزال نيرف. تمام، الجريتر بتروزال نيرف، الجريتر بتروزال نيرف خليني اورجيكم، حكينا انه هو برانش اوف ذا فيشل نيرف وين بالتمبورال بون. تمام، ات اوريجينيتس فروم ذا جينيكيوليت جانجليا. خليني اورجيكم الجينيكيوليت جانجليا، شوفوا هذا الفيشل نيرف عندي ganglion accumulation of cell bodies اسمها geniculate ganglion. تمام، على geniculate ganglion تطلع منها ال greater petrosal nerve، ال greater petrosal nerve بعدين وين بال temporal bone، بعدين it leaves the temporal bone through a small canal that opens to a fissure على anterior surface of the petrous part of the temporal bone. تذكروا أخذنا إيش هو petrous part of the temporal bone. تمام، it leaves the temporal bone through a small canal من خلال قناة صغيرة وتفتح على the petrous part of the temporal bone. It opens into the petrous part of the temporal bone. Okay. بعدين it passes along the posterior margin of the middle cranial fossa and then under the internal carotid artery. هاي كثير مهمة. إنه it passes under the internal carotid artery. تمام؟ to reach the superior surface of the foramen lacerum. Now when it passes under the internal carotid artery, it is joined by the deep petrosal nerve اللي رح نحكي عنها هون لقدام، اللي حكينا برضو انها branch of the internal carotid plexus to form the nerve of the pterygoid canal. تمام؟ إذا هاي الـ greater petrosal nerve هو it is originating، هو بيطلع من الـ geniculate ganglion، هذا الـ geniculate ganglion of the facial nerve في الـ temporal bone، يعني بخرج من الـ temporal bone من خلال قناة صغيرة بفتح في الـ petrous part of the temporal bone. بعدين it passes along the posterior margin of the middle cranial fossa and then under the internal carotid artery. لما هذا الـ greater petrosal nerve يمشي under، ركزوا يا جماعة على كلمة under the internal carotid artery it is joined، بيجتمع به الـ deep petrosal nerve عشان شو يعملوا الـ nerve of the pterygoid canal، لأن حكينا الـ nerve of the pterygoid canal مصنوعة من two nerves هو الـ deep petrosal والـ greater petrosal. الـ greater petrosal nerve حكينا it carries parasympathetic innervation to all glands above the oral fissure. إذا ال greater petrosal بيحمل parasympathetic innervation. Now what are the glands above the oral fissure هون؟ يعني هاي التفسير. تمام؟ هاي ال glands above the oral fissure and the mucous glands in the nasal cavity، الغدد المخاطية في ال nasal cavity في القلب. عندي salivary glands، الغدد اللعابية في ال upper half of the oral cavity. وعندي lacrimal gland in the orbit اللي هي الغدد اللي بتفرز الدموع. طيب، فعندي mucous glands الغدد المخاطية، salivary gland في oral cavity، وعندي lacrimal gland في الأوربت. The greater petrosal nerve also carries some taste fibers from the soft palate in the lesser palatine nerve. إذا هي بتحمل كمان taste fibers من the soft palate في the lesser palatine nerve. The deep petrosal nerve. The deep petrosal nerve is formed by. أوريكم صورة. هاي كثير صورة حلوة. The deep petrosal nerve إلها قصة. هلا the deep petrosal nerve it is formed by. خلينا نبلش. The preganglionic fibers. أول إشي بنبلش بـ preganglion. صح؟ أول إشي عندنا كيف ترتيب
الفايبرز والجانجليون كيف ترتيبهم؟ أول إشي ببلش بالجانجليونيك فايبرز بعدين بيجي الجانجليون بعدين بيجي البوست جانجليونيك فايبرز، صح ولا لا؟ ف it is formed by post ganglionic يعني pre ganglionic fibers that synapse in the ganglion are from the T1 spinal nerve. T1 إيش هو؟ thoracic. First thoracic spinal nerve. First thoracic spinal nerve. فهون أنا عندي T1 عندي pre ganglionic fibers that synapse in ganglion. هذا هون هاي مجموعة اسمها superior cervical sympathetic ganglion. هاي المجموعة اسمها superior cervical sympathetic ganglion، تمام؟ فهاي superior sympathetic ganglion بيجي عليها free ganglionic fibers that synapse في superior cervical sympathetic ganglion وبيطلع a post ganglionic fiber اسمه internal carotid nerve. بيطلع منها a post ganglionic fiber اسمه internal carotid nerve. هذا internal carotid nerve، تمام؟ والفورم ال internal carotid plexus. يعني هذا internal carotid nerve رح يعمل لي internal carotid plexus كيف حوالين ال internal carotid artery. خلينا أوريكم يعني شوفوا هذا. هذا لو تتذكروا هذا external carotid artery، هذا internal carotid artery. فال internal carotid nerve اللي هو post ganglionic fiber that is leaving the internal carotid artery رح يعمل internal carotid plexus حوالين around the internal carotid artery. هذا internal carotid artery لو تتذكر كان ايش يروح يغذي؟ كان يغذي القلب الكراني الكامل، صح؟ فال internal carotid artery يعني هاي جملة عابرة انه it passes through the skull into the cranial cavity، تمام؟ ايش كمان رح نحكي؟ رح ارجع اعيد هيك على السريع اخر اشي. Some of the fibers from the internal carotid plexus. اوكي. بعدين بعد ما يخرجوا as internal carotid plexus حكينا انه internal carotid plexus ايش بيعطينا؟ بيعطينا ال deep petrosal nerve اللي حكينا هون 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 انه هي branch deep petrosal nerve is a branch of the internal carotid plexus. هي بتعطيني ال deep petrosal nerve، تمام؟ هاي ال deep petrosal nerve that leaves the carotid plexus the middle cranial fossa and joins the greater petrosal branch of the facial nerve. بنضم لل greater petrosal branch of the facial nerve، تمام؟ عشان يعملوا لي ال nerve of the nerve of the pterygoid canal. Nerve of the pterygoid. Deep petrosal nerve that is post ganglionic. هاي حكينا post ganglionic sympathetic fibers mainly for blood flow. تمام؟ خلينا نرجع نعيدها هيك على السريع بس. إذا حكينا deep petrosal nerve عندي pre ganglionic fibers شايفين كيف هون الجانجليون، تمام؟ هذا الجانجليون اسمه superior cervical sympathetic ganglion. Superior cervical sympathetic ganglion. هون عندي pre ganglionic fibers اللي هم first thoracic spinal nerves they synapse في الجانجليون هاي بيطلع منهم post ganglionic fiber اللي هو اسمه internal carotid nerve. Internal carotid nerve هذا ال internal carotid nerve حوالين ال internal carotid artery بعمل ال internal carotid plexus. هاي ال internal carotid plexus بتعطيني branch اسمه deep petrosal nerve that will join the greater petrosal nerve اللي هو branch of the facial nerve or branch of the facial nerve عشان يعمل لي ال nerve of the pterygoid canal، تمام؟ هاي الفقرة يعني تحسوا هيك شوي تلخبط وفيها هيك حكي بس يعني إذا أنتوا فهمتوا كل إشي فوق أنتوا فهمتوا هاي بس فهمتي؟ يعني هاي بس هيك زي summary، تمام؟ هون بحكي لك ال nerve of the pterygoid canal passes through the cranial sternum to enter the pterygoid canal to reach the pterygopalatine fossa where it joins the pterygopalatine ganglion. It is formed by cell bodies. شايفين كيف انه الجانجليون هو تجمع cell bodies
أبدأ post ganglionic neurons post ganglionic neurons associated with preganglionic parasympathetic fibers of the facial nerve carried by the greater petrosal nerve and the nerve of the pterygoid canal. تمام؟ بعدين post ganglionic parasympathetic fibers that originate from pterygopalatine ganglion. Postganglionic sympathetic fibers passing through the ganglion. The fibers from the ganglionic branches of the maxillary nerve to form orbital, palatine, nasal, and pharyngeal branches that leave the ganglion. Postganglionic parasympathetic and sympathetic fibers pass superiorly through the ganglionic branches of the maxillary nerve to enter. To enter the main trunk of the maxillary nerve and be distributed to the zygomatic, posterior, superior alveolar, and the infraorbital nerve. إذا هون هاي اللي بدها يعني شوي شرح. حكينا إنه لو تذكر حكينا two ganglionic branches of the maxillary nerve بيروحوا وين؟ They enter where? Into the pterygopalatine ganglion. صح؟ هاي السيرة بتحكي لك إنه كمان الترجوبالاتاين جانجليون تعطيني فايبرز اللي that will enter the main trunk of the maxillary nerve رح يمشوا على ال trunk of the maxillary nerve ويروحوا مع الزيجماتيك برانش of the maxillary nerve رح يروحوا مع ال posterior superior alveolar nerve وال infra orbital nerve. تمام؟ اوكي هاي الفقرة يعني مش عارفة يعني هيك جاية أكثر شيء innervation of the lacrimal gland كثير سهلة within the orbital wall the postganglionic parasympathetic and sympathetic fibers leave the zygomatic temporal branch of the zygomatic nerve. خلينا أول إشي أوريكم الزيجوماتيك نيرف. أوكي هاي الزيجوماتيك نيرف صح؟ هذا الزيجوماتيك نيرف. هذا زيجوماتيك نيرف شو رح يعطيني لو تفكر زيجوماتيكو تمبرال وزيجوماتيكو فيشل. هلا انا بدي احكي هون عن الزيجوماتيكو تمبرال نيرف. زيجوماتيكو تمبرال branch of the زيجوماتيك نيرف which passes through the lateral orbital wall and will join the lacrimal nerve. اذا هذا زيجوماتيك تمبرال branch of the زيجوماتيك نيرف and form a special autonomic nerve that passes through a natural orbital wall to join the lacrimal nerve. Lacrimal nerve, أخذنا عنها بالميد كمان. It is a major general sensory nerve. Sensory nerve, so it is a branch of the ophthalmic nerve. إذا هذا lacrimal nerve هو nerve بيحمل حاسيس من lacrimal gland وبيوديها على البرين. وهذا lacrimal nerve it is a branch of the ophthalmic nerve. هون كثير ضروري انه يعني نركز انه lacrimal nerve is a branch of the ophthalmic nerve. هذا الشيء احنا اخذناه. احنا هلا بما انه احنا عم نحكي عن maxillary nerve فممكن نتلخبط انه lacrimal nerve هو branch of the maxillary nerve بس هو لا. lacrimal nerve is a branch of the ophthalmic nerve. It is a major general sensory nerve. لأن حكينا الophthalmic nerve هو purely sensory. تمام؟ هون كثير هون رح نبلش بالماكسيلري ارتري كثير سهل رح يمر معنا ان شاء الله. الماكسيلري ارتري احنا اخذنا على الاكسترنال كاروتيد ارتري وحكينا انه الاكسترنال كاروتيد ارتري بيعطيني 8 branches صح؟ وكان الماكسيلري ارتري one of the largest arteries او terminal arteries حتى يعني نهايات الاكسترنال كاروتيد ارتري وكان one of the largest هو ال largest artery of the external carotid artery. بيمر near the neck of the mandible. هي يعني هاي تصير. شايفين هذا neck of the mandible هو بيمر بيمر near the neck of the mandible تمام and it passes forward through the inferior fossa. أخذنا إنه هو كمان بيمر في inferior fossa. ليش؟ عشان يعطيني the first and the second part of the maxillary artery. صح؟ بعدين بعد ما يمر من الانفرتنفورال فوسطة رح يفوت بالترجو فالتاين فوسطة
التريجو هذا الفصل اللي احنا عم نحكي هلا عنها ثرو التريجو ماكسيلري فيشن. فهون بس رح غير الخط عشان نعرف انه الماكسيلري ارتري اول اشي بيفوت في الانفيرتال فورين فصل عشان يعطيني الفيرست اند سكند بارت اوف ذا ماكسيلري ارتري. بعدين بدخل في التريجو فالتاين فوستا من خلال التريجو ماكسيلري فيشن عشان يعطيني الثيرد بارت اوف ذا ماكسيلري ارتري. وهاي المكسيلري ارتري اللي موجوده بالتريجو فالتاين فوستا بتكون يوجوالي هي بتكون anterior to the tergo palatine ganglia. يعني tergo palatine ganglia اللي كنا نحكي عنها هون تمام بتكون اوجيكم هاي tergo palatine ganglia. المكسيلري ارتري بتكون in front of it, anterior to it تمام امامها. branches of the maxillary artery. أسماء ال branches of the maxillary artery كثير يعني مش كثير هما نفس أسماء النيرف تمام. فهون عندي 6 branches of the maxillary artery. أول إشي عندي posterior superior alveolar, posterior superior alveolar. عندي infra orbital, عندي greater palatine, عندي pharyngeal, عندي sphero palatine. وعندي الـ artery of the pterygoid canal. artery of the pterygoid canal. هدول الـ branches هدول الـ branches they supply يعني خلينا نحكي in general يعني الـ branches of the maxillary artery كلهم they supply much of the nasal cavity. وبتهيألي بما انه احنا صرنا ناخذين معظم هاي الأشياء لما بتذكر كيف كنا نحكي انه sphenopalatine لما احكي sphenopalatine معناته انا عم بحكي عن nasal cavity. فيعني قبل ما نبلش بوظائف كل برانش بس هيك يعني لوحة سريعة انه السفينو بالاتاين اللي دخل بالنيزل كافيتي. طب الروف اوف ذا اورال كافيتي اورال كافيتي اللي دخل بايش؟ بالجريتر بالاتاين. طب اول اوبر تيف وعندي الساينسز جيوب اوروفارينكس اند فلور اوف ذا كوادرنت تمام؟ طيب صار عندي البرانش بس رح نحكي عنهم واحدة واحدة. أول إشي عندي posterior superior alveolar arches. posterior superior alveolar arches. ال posterior superior alveolar arches تمام هاي هون. ال posterior superior alveolar arches is linked with the maxillary artery. with the maxillary artery. when it passes through the tergo maxillary fissure. خليني أوريكم هاي. هلا شوفوا هاي ال posterior aspect of the maxillary bone. هاي ال posterior aspect of the maxilla صح. هون عندي ال tergo maxillary fissure. هون عندي ال tergo maxillary fissure. فهذا ال posterior superior alveolar artery it originates من ال maxillary artery when it passes through the tergo maxillary fissure. when it passes through the tergo maxillary fissure. طبعا من اسمه posterior superior alveolar artery. مش تتذكر إن إحنا إنه إحنا حكينا عن posterior superior alveolar nerve. فهذا طبعاً it accompanies the posterior superior alveolar nerve. يعني accompanies يعني إنه رح يمشوا مع بعض. تمام؟ هون posterior superior it accompanies the posterior superior alveolar nerve. applies the molar tooth أو molar teeth or premolar teeth. adjacent gingiva يعني اللثة المجاورة and the maxillary sinus الجيوب الجيوب المنزلة تمام. it accompanies the posterior superior alveolar nerve supplies the molar teeth يعني 1 2 3 في ال premolar teeth adjacent gingiva and maxillary sinus. ال intraorbital artery. ال intraorbital artery نفس الشيء عن ال infraorbital nerve. it passes forward. تذكروا كيف حكينا هذيك تكمل دغري دغري بتطلع لها 3 pathways بتطلع من ال inferior orbital fissure بعدين ال inferior orbital groove عند كنال بعدين اخر شيء infra orbital brain. هذا بس it passes forward with the infra orbital nerve and leaves the tergo palatine fossa through the inferior orbital fissure. it lies in the infra orbital groove and infra orbital canal and emerges through
through the infraorbital brain to supply part of the face. ليش؟ لأنه the infraorbital brain هو تحت العين. Within the infraorbital canal, the infraorbital artery will give origin to. يعني وهي بال infraorbital canal أو the infraorbital group رح تعطيني two branches. هاي أول branch, هاي ثاني branch. أول branch that will supply the floor of the orbit, أرضية العين. Inferior rectus, inferior oblique muscles and the lacrimal duct. هو إشي بس ملاحظة صغيرة قبل ما أبلش هون. بتذكر كيف حكيت لكم إنه أول المحاضرة حكيت النورث اللي هي infraorbital nerve إلها ثلاث pathways أو بتمر من خلال ثلاث شغلات. حكينا إنه لما تخرج من ال تريجو فلاتاين فوستا تخرج من خلال الانفيريور اوربيتال فيشر بعدين بتروح على الانفراوربيتال جروب والانفراوربيتال كنال بعدين اخر اشي بتخرج من الانفراوربيتال فريمن عشان تغذي انحاء من الوجه بعدين within the infraorbital canal within the infraorbital canal اللي هو second part of the pathway هون رح تعطيني branches that supply أرضية العين inferior rectus and inferior oblique muscles. خليني أوجهكم هدول هدول muscles هدول عضلات العين هاي superior هاي medial هاي lateral هدول ما عندي دخل فيهم أنا عم بحكي عن ال inferior rectus muscle إذا هاي ال inferior rectus muscle of the eye وعندي ال inferior oblique muscle لما احكي ركتس ركتس معناها يعني جاي بالطول تمام يعني ستيك عفوا يعني ستيك ركتس يعني ستريك تمام inferior oblique شايفين كيف الاوبليك يعني هيك جايه زي الانجل او يعني المهم انها مش ستريك يعني هيك لها طاقه اوكي واللاكريمال ساك اللي هي الكيس اللي بتخزن فيه الدموع ما بتكون انه هون على أعتقد في صورة فوق هاي اللاكريمال جلاند الساك بيكون من جهة الميديا بيكون جهة الميديا مش لاكريمال ساك لا بيكون لاكريمال اللاكريمال جلاند عفوا بيكون لاكريمال أما اللاكريمال ساك بيكون ميديا شايفين كيف؟ هون هاي اللاكريمال جلاند بيكون لاترال اللاكريمال ساك بيكون شو اسمه وبعدين عندي الانتيريور سوبيريور الفيولر ارت ذات سبلايز الانسايزرز كاناين تيث والماكسيلري ساينس هلا لو بتلاحظوا انه حكينا عن اشي بغذي المولرز والبري مولرز واشي ثاني الانسايزر والكنال شوف عشان ما المولد والفري مولد بغذيها الـ posterior superior alveolar artery الـ incisors والـ canine teeth بغذيها الـ anterior superior alveolar artery اللي هو branch من مين؟ من الـ infraorbital artery تمام؟ هذا branch من الـ infraorbital artery هذا المحكي كله بعدين عندي الـ greater palatine artery which passes inferiorly with the palatine nerves into the palatine canal تمام ال greater palatine artery لو تتذكروا برضه ال greater palatine nerves كانوا بيمشوا inferiorly into the palatine canal هلا هاي it gives origin to a lesser palatine branch that passes through a lesser palatine brain نفس حكي ال lesser palatine nerve تمام to supply in soft palate and then continues through a greater palatine foramen to supply the hard palate هذا نفس حكي النيرف then passes forward on the inferior surface of the palate to enter the incisive fossa and pass superiorly through an incisive canal to supply the anterior aspect of the septal wall of the nasal هون بدنا نحكي شوي the greater palatine artery خليني أوريكم هذا الـ greater palatine artery لما نحكي إنه it passes forward يعني بيمشي دغري لقدام
تمام الفاسس فورورد على الانفيريور سيرفيس يعني على الجزء السفلي من الفلت تؤدي ذا انسايسيف فوسترا هو عند الانسايسيف فوسترا انسايسيف فوسترا هلا رح اورجيكم الانسايسيف فوسترا مع اني ورجيتها بالبارت الاول هاي الانسايسيف فوسترا الفاسس سوبيريور تطلع تطلع لفوق to supply the anterior aspect of the septal wall of the nasal cavity عشان يغذي ال anterior aspect الجزء الأمامي من the septal wall of the nasal cavity إنه هي هون إذا بيمشي forward هي passes forward على the inferior surface of the palate على الجزء السفلي to enter the incisive fossa and then passes superiorly بيطلع لفوق through the incisive canal to supply the anterior aspect of the septal wall of the nasal cavity عندي الفرنجيال branch it passes posteriorly نفس النيرف مش حكينا الفرنجيال branch passes posteriorly كمان نفس الشيء passes posteriorly and leaves the pericopalatine fossa through the palatovaginal canal with the pharyngeal nerve. It supplies the posterior aspect of the roof of the nasal cavity, sphenoidal sinus, and the pharyngeal tympanic tube. هلا خلينا نحكي عن pharyngeal tympanic tube. بس أول إشي هون حكينا pharyngeal branch. It supplies the posterior aspect of the roof of the nasal cavity, جيوبر سفينويدال and the pharyngeal tympanic tube. The pharyngeal tympanic tube هذا tube موجود أو كنال اسمه pharyngeal tympanic tube أو كنال له اسم ثاني اسمه الاستافن اللي اسمه استافن خليني أكتب لكم إياه لأنه إذا كتب EU اسمه الثاني استافن تمام هذا الاستافن تيوب موجود بالنيزو فنت موجودين لهذا الفرنجيال تيمبانيك تيوب او الاسم الثاني الاستافن تيوب موجود بالنيزو فنت هو جزء مهم من الجلد بعدين عندي اخر ارتري اخر برانش هو السبينو فالاتاين ارتري هذا السبينو فالاتاين ارتري it is the terminal branch اللي هو البرانش النهائي of the maxillary artery it leaves the pterygopalatine fossa medially through the sphenopalatine foramen and accompanies the nasal nerves giving off. The sphenopalatine artery it leaves the pterygopalatine fossa through the sphenopalatine foramen. And accompanies the nasal nerve. السفينوبالاتاين artery it is the terminal branch of the maxillary artery it leaves the pterygopalatine fossa medially through the sphenopalatine foramen إذا هو بخرج من pterygopalatine fossa through the sphenopalatine foramen and accompanies nasal
نفسها لها branches. لها two branches. أول branch اللي هو posterior lateral nasal artery. وثاني branch اللي هو posterior septal branches. يعني هاي اللون عشان نعرف نفسه. posterior lateral nasal artery that supplies the lateral wall. Lateral nasal artery supplies lateral wall of the nasal cavity and contributes to the supply of the paranasal sinuses. It supplies the lateral wall of the nasal cavity with paranasal sinuses. Posterior septal branches, min isma septal, yani it passes across the roof to supply a nasal septum. Passes anteriorly down the septum to anastomose with the end of the greater palatine artery. لو تذكروا هون الـ greater palatine artery حكينا إنها بتطلع على الـ enters the incisive fossa بعدين تروح superiorly to supply the anterior aspect of the septal wall صح؟ يعني هون to supply the anterior aspect of the septal wall فهاي الـ branch هذا الـ branch الـ posterior septal branch الـ posterior septal branch passes across the roof to supply the nasal septum. It passes anteriorly, برضو anteriorly down the septum to anastomose, يعني عشان يلتحم مع هون شايفين كيف هون to anastomose with the end of the greater palatine arch. لا هون يعني مش عارف ما في إشي مهم بس هون حكينا كثير ست في الداش مهم يعني إنه الأنستوموز يعني بيلتحم مع the end of the greater palatine artery اللي هو هون هذا the greater palatine artery تمام وهون بيجي السفينو palatine artery شايفين كيف هذا طالع من the greater palatine بعدين هون عندي السفينوبراتاين بياخد برانش اللي هو اللي حكينا اللي هو بصير سفن برانش بعدين دي انستموز يعني بيلتحموا مع بعض تمام بيلتحموا مع بعض وهون عندي الارتي اوف الثيرويد كانال اللي هو اخر برانش اوف ذا مانجوسيلري ارتي ويت باسس بوستيريورلي هاي اذا هذا الارتي اوف الثيرويد كانال الارتي اوف ذا فرنجيال برانش هدول بوث شوفوا عشان تحفظوهم posterior P thyroid canal P pharyngeal P تمام it passes posteriorly into the thyroid canal it supplies surrounding tissues and terminates after passing inferiorly through the cartilage pharynx the foramen هو it passes posteriorly into the thyroid canal وبغذي ال tissues حوالين the thyroid canal وبينتهي terminates يعني خلص بيعمل end after passing inferiorly through the cartilage filling with foramen lacerae هلا لو بنتذكر انه foramen lacerae كان درسنا انه بيكون filled with cartilage عشان هيك يعني الفسلز مرات حتى كنا نحكي انه ما في فسلز بمروا من خلالهم مرات كنا نحكي لا بمروا من خلالهم small blood vessels لانه ايش؟ لانه filled with cartilage لاخر موضوع رح نحكي عنه وهو اسهل موضوع مش رح نحكي اشياء كثيره هو الفينز The veins that drain areas supplied by branches of the terminal part of the maxillary artery generally travel with these branches back into the thyroid-palatine fossa. The arteries, if you remember, كانوا يروحوا يطلعوا من الثيرويد-palatine فصة يروحوا على إيش؟ على ال يروحوا على ال لحظة شوي هون حكينا انه بيروحوا على النيزل كافيتي بيروحوا في اورال كافيتي اول ابر تيز ساينسز اول فرينكس اول في اوربت تمام الفينز عاد العكس بتلم او بتكولكت يعني بتصب الدي اوكسجينيتد بلاد من هدول الاماكن وبترجعهم باك انتو الثيريجو بلاتاين فاست
تمام. اذا الارتريز من الترجو فلاتاين لا الاورجنز اللي اخذناهم هون الفينز لا العكس بتلم البلد دي اوكسجينيتد من هذولاك الاماكن وبتصبهم في ترجو فلاتاين. These veins collapse in the trigeminal fossa and then pass laterally to the trigeminal fissure to join the trigeminal nexus of veins in the infratemporal. لا بدي احكي لكم شيء انه لا خلينا احكي هاي اول بعدين عن هاي ال veins هاي بعد ما تروح على ال trigeminal fossa بيروحوا على بمروا من ال trigeminal fissure عشان يدخلوا الانفراتيمبورال فوسا ويعملوا الجوينت ينضموا للتيريجويد تكسس اوف فين. التيريجويد تكسس اوف فين اخذنا عنهم بالانفراتيمبورال فوسا تمام. فبعد ما يفوتوا على التيريجوبلاتاين فوسا زي باس ثرو التيريجوماكسيلري فيشر جوين التيريجويد تكسس اوف فين اللي موجودين بالانفراتيمبورال. هلا عندي نوع اسمه انفراتيمبورال فين. هذا الانفراتيمبورال فين عنده قدره انه يعمل الدرين يعني يلم بلد من هدول الاماكن اللي اخذناهم drains the inferior aspect of the orbit تمام and directly pass into the infratemporal fossa يعني على طول يصب في ال pterygoid plexus of veins بتاعت ال infratemporal fossa through the inferior orbital fissure bypassing هالمك space bypassing bypassing يعني انه زي ما نحكي يعني skip يعني ما يمشي من خلال الترجوبلاتاين فوسا. يعني احنا هون حكينا انه الفينز كيف تمشي انه بتروح اول شيء بتفوت على الترجوبلاتاين فوسا من خلال الترجوماكسيلري فيشن عشان يفوت. لا حكينا انه بيفوتوا على الترجوبلاتاين فوسا بعدين من الترجوبلاتاين فوسا على الانفراتيمبورال فوسا ثرو الترجوماكسيلري فيشن تجوين تيرجويد تكسس اوف فينز. هاي الانفراورديتال فين بتلم بلاد من الانفيري اسمك في الاوربت وبتروح دايركتلي. الفرق هون انه هون بتروح دايركتلي انتو ذا انفراتيمبورال فوسا بدون ما تمر من التيرجو فلاتاين فوسا تمام. وهذا اخر اشي بدنا نشرحه بهذا البارت. يا رب تكونوا استفدتوا واسفة على الاطالة. وإذا عندكم أي سؤال أي استفسار ياريت تبعتولي وبس. ياريت إن شاء الله تكونوا استفدتوا ونشوفكم إن شاء الله بمحاضرات.